مش هتقدم في التقنية وإنما هيبقى الاختلاف في المواضيع بس. وهي مواضيع الشباب التي تمس الشباب واللي بيمثلها الشباب. اللي في نفس الوقت كل دم جديد بيبقى له رؤية مختلفة عن الآخرين. يمكن احنا ناقصنا النهاردة عشان نكمل بقية الناس أحمد الفشاوي وأحمد رزق وكده. متغيبين ليه بقى عشان ناخدهم غياب؟ أحمد رزق عنده مسرح ما يجراش حاجة. ولكن هم الفشاوي بقى عشان ده انا قلت الفشاوي هيبقى عنده مسرح فبيعمل بروفات طول النهار بالحق. بس هو الحقيقه كان نفسه يبقى موجود وبيهديكم تحياته لانه هو احد ابطال الفيلم ده. وكل واحد فيهم رغم خبرتي ورغم ان انا بقالي كتير بشتغل في هذا المجال الا ان انا بستفيد منهم كلهم لما بقعد اتكلم معاهم. في ايه بقى ثاني عشان انا كمان استفيد؟ انت اكيد بتستفيد. لا هم يمكن مطلعين اكتر، يمكن فايقين عننا اكتر او فاضيين اكتر. متابع الانترنت، متابع الافلام الاجنبيه كلها. يمكن انا ممكن اتفرج على فيلم او حضرتك تتفرج على فيلم او اتنين، هم يمكن ما وراهمش غير ده. وقاعد عنده استعداد يجيب لي افلام عشان يقول لي انا شفت الراجل ده بيعمل دي، احنا مش عارفين نعملها هنا ليه. طب ما نحاول نعملها كذا. كويس. الحماس اللي موجود عندهم هذا الحماس موجود على فكره زي ما هو في التمثيل موجود في الغنى وموجود في كافه المجالات. والحياه ما بتتوقفش عند حد، ولا يمكن النهارده نقدر نقول ان رتم الحياه ممكن يرجع تاني عشان نقول الله على الافلام القديمه كانت وقتها جميله خالص. طبعا. لكن كانت تقنية بالنسبة اللي موجود دلوقتي تقنية ضعيفة، لكن احنا العودة دايما الى الوراء وان احنا نفتكر الاغاني الجميلة والافلام الجميلة. ويمكن وقتها كانوا بيهاجموها اكيد، يعني بصت ليهم وقتها يا سلام فين اللي قبل كده. اكيد يعني لكن انا بسعد بكل مرة. يمكن انا كان ليا تجربة قبلها اللي هي فيلم ثقافي بثلاث وجوه جداد خالص. أيوة. ومخرج ومؤلف لاول مرة كلهم. كنت كان مين المخرج ومين المؤلف؟ محمد امين هو المؤلف والمخرج. أيوة. والابطال كانوا احمد رزق وفتحي عبد الوهاب واحمد عيد. وعملوا فيلم جميل جدا. طب هو هل حقق ايرادات الفيلم ده؟ حقق ايرادات طبعا. ويكفيني ان ثلاث وجوه جديده ما حدش بيعرفهم كان فيلمهم بيجيب ايرادات عاليه جدا موازيه لان هنا الموضوع هو البطل. ايوه. يعني احنا وصلنا لمرحله كان نفسنا نبقى بنعملها من زمان. أيوة. اولا ان يكون دخل الفيلم ايراده الاساسي من جوه من عندنا من الداخل. ايوه. اتنين ان احنا كل مره نبقى بنقدم جديد والمسائل ما تبقاش بالنسبه لنا النجمه او النجمه هو اللي بيحدد الجمهور يروح او لا، احنا عايزين الموضوع يبقى الاساس ومن يقدم هذا ان يكون نجما او لا نجما ما هوش ده الموضوع خالص، المهم الموضوع الاساسي. ايوه.